كانت الفكرة أنه الصوف إذا ما معك مصاري جيبي صوف قديم كري وساوي من أول وجديد تبع سيف يعني حياة شوي. بهدف دعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع أقامت منظمة من أجلهم معرضاً في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي، شاركت فيه حوالي 50 سيدة معظمهن زوجات شهداء ومعتقلين في سجون النظام. أنا هاي الفكرة اللي أعطيتهم إياها، إنه المرأة السورية قادرة إنه توقف على رجليها بهالظروف الصعبة، يعني ممكن إنه أنا فتحت لهم باب سبل عيش، بس إنه هلا كل اللي عم يجوا عم يشتروا هالقطع. بما إنه اشتروا هلا هالقطع معناتها هي فكرت إنه ممكن إني أنا أفتح طريق حياة، يعني طريق إيش؟ إنه ما أتسول، إنه عندي أمل. جرعة تفاؤل للأمل بس. أعمال تنوعت بين حياكة الصوف والرسم والفسيفساء صنعتها أنامل سورية بحب وعناية بعد أن خضعنا لدورات تدريبية استمرت 3 أسابيع بإشراف خبيرة في مجال الحياكة. أكيد كل أعمالهم عرضت كل شيء، يعني ما كانت كل الأعمال معروضة الحمد لله، كان في إيجابيات من قبل النساء جيدة يعني، كان كثير إقبال كويس، كان مشروع ناجح جدا يعني، كان فيه إيجابيات جيدة. أتاح المعرض للنساء فرصة لترويج منتجاتهن بين التجار وعرضها لاحقا في الأسواق المحلية باعتبارها الأساس الذي يعتمدن عليه لتأمين دخلهن الشهري. شهد الشمال السوري في الآونة الأخيرة معارض وفعاليات متنوعة وجدت فيها النساء مخرجاً من ضغوطات الحياة ووسيلة لتمكين أنفسهن في سوق العمل.